احنا بنتدفى على الصوبة، اوقات يعني بيصحلنا شوية مازوت، اوقات بنتدفى على الشراطيط، اوقات بيكون معنا شوية مصاري من جيب حاطب، يعني حسب شو متوفر عنا بنتدفى. يعني اي لحظة بتقع علينا الخايمة اذا شتت مثل هديك السنة تالج، يعني انا ولادي بدنا حاسين بجوز تقع علينا الخايمة. يعني لا فيها شويدر لا فيها خشب، وحتى يعني الخايمة اللي قاعدين فيها شبابيك ما فيها، ما موفر فيها شيء ابدا. يعني انا عندي هالثلاث فرش بعدني بنام عليهم انا وولادي، وصاروا يعني رقوق كتير. يعني ان احنا كنا نجيب بلاستيك يعني من البالي او نطلع نلوم من برا بلاستيك، يعني ريحة البلاستيك كلها تعبق بالخايمة والولاد يصيروا يصعلوا. يعني بدي اخذ الولاد على المشفى ولا بدي اعلق الصوب؟ نحن هديك الشتوية والله تلطف فينا ومرقت علينا بفضل رب العالمين، نحن خايفين هالشتوية كيف بدها تقطع علينا.